الله 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 الله
الله. أقم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها الله أكبر.
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة الذي ضج من ضيق وحرج والتجأ إلى بابك الكريم يا الله، ففتحت له أبواب الفرج، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
والبلوى مع السقام. يا من يجيب
ربي حزينا هائما طارقا فارحمك 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 بحق البيت والحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى من أعظم القسام يا ربي إني يا ربي أحسنت ظني
وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والسماء اللهم في المؤمنين إذا ما تهينت عن أبناء الرحماء يا شفيعا في المذنبين إذا بالخوف تهبئ البراء جد لي عاصي وما سواي هو العاصي ولكن تلقيني يا سيحيى يا ربنا وسلم على هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا والسناء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والسناء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا والسناء صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصفه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرت وذكره ذاك الهدى وفي الاهل غافلون صلواتك على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصفه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرت وذكره ذاك الهدى وفي الاهل غافلون اللهم صل وسلم على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
محمد بشر لا كالبشر هو لا يقوت باء الحجر محمد بشر لا كالبشر هو كان يقوت باء الحجر محمد كان يقوت باء الحجر وإنما أنسته من البشر من يقوت الحجر صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه واحتمى صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه واحتمى صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه واحتمى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت الجواد الكريم مولانا إياك سألنا ولجودك تعرضنا ولخير الدارين طلبنا اقضي اللهم علينا بوجهك الكريم يا أكرم مسؤول ويا خير مامون اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم فرج عنا همومنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء انصر اللهم من قلته أمور بلادك وعبادك انصر اللهم من قلته أمور بلادك وعبادك راجي عفوك وعونك المستمد من نور ضيائي نبيك صلى الله عليه وسلم مولانا أمير المؤمنين أيده الله بالنصر والعز والتمكين وحفظه لشعبه ولأسرته ولذويه ولمحبيه ولكافة من قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله بسر وبركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يقدر الكمالات سر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يقدر الكمالات سر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك وعلى بقدر كمالات سر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون